بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الهادي الأمين. إخوتي الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. من القلب أحييكم من المملكة العربية السعودية، أهلا بكم في هذا المساء الجميل. ثم الشكر الجزيل لفريق حدودة كشفية على أن منحوني هذا الشرف وهذه الفرصة للحديث عن فيروس كورونا والكشافة السعودية وعملها في هذا المجال. أولا، قبل أن أبدأ في هذا الحديث، أحب أن أذكر الجميع بالأخ الحبيب إبراهيم سكين الكندري، حبيب الجميع، وأتمنى من كل واحد له الدعاء في ظهر الغيب، لأنه هو عميد الكشافة العربية أولا، ومن الرجال الذين أسسوا هذه الكشافة وأسسوا ماذا؟ وأسسوا هذا الجمال وهذه الروعة. طبعا الكشافة اسم جميل، اسم رائع يتغنى به الناس. أنا خلقت وأحببت الكشافة، وهي تسري في دمي ولله الحمد. بالنسبة لموضوعنا، نبدأ إن شاء الله بالدخول عليه. أولا، بتمهيد لفيروس كورونا الذي أشغل العالم من كل حدب وصوب. يعني في العالم في معركة حقيقية، معركة حقيقية لابد من تضافر الجهود من أجل حماية النفس وحماية الأهل والأصدقاء والأقرباء وكل المواطنين في جميع الدول العربية. أولا، أحب أن أشيد بالدور الجميل للدول العربية. جميع الدول العربية ولله الحمد كانت عندها احترازات شديدة من هذا الوباء، قدمت أشياء جميلة للمواطنين، حتى وإن كان هناك حجر منزلي، لكن هذا الحجر المنزلي في صالحنا، في صالحنا الحجر المنزلي. الحكومات تخاف علينا، تشفق علينا، لا تريد أن يصيبنا أي شيء أو أن يمسنا أي شيء، لأن الحكومات تحرص على مواطنيها، وهذا الحرص جميل ورائع. أشكر كل الحاضرين، وقد شاهدت الآن أسعدهم وأنا سعيد جدا بهم. يعني شكرا قائد كريم، شكرا قائد أجيجي، شكرا أختي دينا، شكرا لكم جميعا. والعتب عن النظر بعد الأسماء ما شفتها. عموما يعني نستمر في موضوعنا. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولله الحمد، ربنا حبانا بحكومة واعية تنبهت للموضوع مثل كل الدول العربية التي تنبهت للموضوع من البداية، والحمد لله رب العالمين. الأوضاع مطمئنة وإلى حد ما الوضع جيد والوضع جميل في كل البلدان العربية. نسأل الله أن يزيل عنا هذه الجائحة وأن يمن بالخير وبالصحة على الجميع. لما رأيت العدد ازداد، أحب أن أذكركم بأخي القائد الكشفي إبراهيم سكين الكندري، أدعو له في ظهر ماذا؟ في ظهر الغيب. يعني هو العميد الحقيقي للكشافة العربية، هو من علمنا التطوع، هو من علمنا الذوق، هو من علمنا الفن، هو من أسس فينا وغرس فينا وزرع فينا هذا التطوع. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولله الحمد، إحنا في ظل قيادتنا الرشيدة بسيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولله الحمد، يعني أصبح عندنا إحنا الشعب السعودي وعي في هذا الجانب كما عندكم. أنا أعرف أن الدول العربية جميعا تتنافس على ألا تظهر لديهم حالات، وإن شاء الله ما تظهر لديهم حالات،
وأن يكون الوضع إن شاء الله متميز، وأن يكون الوضع طيب، وأن يكون الوضع جيد بإذن الله تعالى. جمعية الكشافة العربية السعودية هي شيء جميل وشيء رائع صراحة. يعني عندما وصل هذا الأمر كان لزاما عليهم أن يعمل أن يكون هناك برنامج موحد لجمعية الكشافة العربية السعودية برئاسة طبعا وزير التعليم سعادة الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس الجمعية الكشافة العربية السعودية، ونائب الرئيس سعادة الدكتور عبد الله الفهد، والأمين العام لجمعية الكشافة السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي. ماذا صنعت الكشافة العربية السعودية؟ الكشافة العربية السعودية كان هناك تنسيق جميل ورائع في مناطق المملكة، فقد قسموا مناطق المملكة إلى 15 أو 13 منطقة، منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، الباحة، جيزان، نجران، يعني 13 منطقة، وكل منطقة كان لها منسق ثم مساعد. لماذا؟ مساعد المنسق طبعا من يعني من أبرز الرواد في هذا المجال كان في منطقة الرياض سعادة القائد الأستاذ الفاضل الأستاذ علي العلي وغيره من الرجال الذين تبنى الأعمال الكشفية وتبنى هذه الأشياء عليهم. ماذا يصنع هؤلاء في الكشافة السعودية في ظل هذه الجائحة؟ ما هي الأشياء التي قدموها أو سيقدموها؟ أولا، ما المعروف عندنا في المملكة العربية السعودية أن الفرق الكشفية التي تكون تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية هي إما أن تكون تبع وزارة التربية والتعليم، أو أن تكون تبع لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وإما أن تكون تبع ماذا؟ تبع وزارة ماذا؟ تبع وزارة الرياضة. يعني إحنا الحمد لله عندنا في منطقة جيزان استطعنا أن نحن نجمع أكثر من 350 قائد كشفي في هذه الفترة حتى نستطيع أن نحن ننسق لهذا العمل. ما هي البرامج؟ طبعا بالنسبة للقادة كانت البرامج مع الكشافة هي برامج يعني تثقيفية بإنشاء مطبوعات ثم توزيعها على الآخرين، كذلك فيديوهات ثم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه لأنه إحنا عندنا طبعا عندنا كشافة صغار في السن. الجمعية جزاها الله خير الدكتور صالح بن رجاء الحربي بعد الدكتور عبد الله الفهد نظروا إلى ضرورة ووجوب أن الكشافة لا يعملون في هذه الفترة، بل العمل يكون على ماذا؟ على القادة. ولهذا كانت الفرق الكشفية تجهز في وسائل التواصل الاجتماعي المنشورات للتثقيف وللتوعية وللتعليم، فكان هذا له دور رائع جدا وراقي جدا. فظهرت عندنا أكثر البرامج في هذه المناطق الموزعة إلى 13 منطقة بحسب توزيع جمعية الكشافة العربية السعودية، فظهرت البرامج بشكل جميل وشكل رائع وشكل ماذا؟ يلفت النظر، وشكل ملفت. لماذا؟ ملفت للنظر. وتقوم بعد ذلك هذه الفرق الكشفية سواء كان في اللجان أو كان في التعليم أو كان في هيئة الرياضة بتوزيع هذه المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الفيسبوك أو في تويتر أو في ماذا؟ أو في الواتساب أو في الانستغرام إلى غير ذلك، حتى ينتبه الناس إلى هذه الجائحة وإلى هذا الشيء الذي المتواجد عندنا حتى يتنبه الناس. طبعا احنا كنا ما نعرف هذا الكلام من يعني او الخوف من ماذا؟ من فيروس كورونا، ما كان عندنا فكره عنه، لكن لما جاءتنا بدات اساليب التوعيه بشكل مهم وزياده الحالات واصبح الان عندنا وعي كامل ان لدينا مشكله حقيقيه فعلا لابد اننا ماذا؟ اننا نتنبه لها. الحمد لله رب العالمين،
جميع فرق الكشافة بنت وأسست وجهزت من أجل ذلك، من فيديوهات، من منشورات، من إلى غير ذلك، حتى نستطيع أن ماذا أن نوعي الجميع. بالنسبة للكشافين طبعا مشاركتهم كانت صعبة، وذلك لأنهم يحتاجون إلى إجراءات احترازية أكثر، ونخاف عليهم أيضا من انتشار المرض بينهم لا سمح الله وهكذا. فقررت الجمعية عدم إشراك الكشافين والاكتفاء فقط بماذا بالقادة في الجانب الميداني. طبعا القادة في الجانب الميداني توزعوا، ولله الحمد احنا عندنا قيادة رشيدة في الجمعية. يعني عندما اختاروا هذه القيادات في الجمعية، عندما اختاروا هذه القيادات في التنسيق للفريق الذي يستطيع انه يعني يظهر مظهر جيد، استطاعوا التنسيق واختيار اسماء جميلة، اسماء رائعة تستطيع انها تكون إلى الأمام وتسير بنا إلى ماذا؟ إلى الأمام. فتجد في المنطقة الشرقية القيادات الكشفية تتوزع في السوبر ماركات الكبيرة، تقوم بتعقيم المتسوقين، توزيع الكمامات عليهم، إهدائهم يعني أشياء جميلة، توعيتهم هناك بالمنشورات، حتى الناس كلها تتثقف والناس كلها تعرف وتتعلم. هذا جانب، أحد الجوانب المهمة جدا جدا جدا، ولهذا كانت الناس يعني تعمل من أجله وتعمل له، أن الإنسان يتنبه لأن هذا الأمر خطير، وعليه بالتنبه والمكوث فين؟ والمكوث في البيت. إلزم بيتك. إلزم ماذا؟ إلزم بيتك. الحجر المنزلي في صالحنا، والله الحجر المنزلي في ماذا؟ في صالحنا. فعلينا أن نبقى في ماذا؟ في منازلنا، نحمي أنفسنا، نحمي أولادنا، نحمي ذوينا، نحمي أهلنا إلى غير ذلك. أيضا من الأعمال التي قامت بها جمعية الكشاف العربية السعودية من القادة ومن الرواد. الرواد طبعا هم تاج على رؤوسنا، لأنهم منهم نقتبس الفكرة الجميلة التي نستطيع أن ننشئ ما نريد. أيضا من ضمن الأعمال الجميلة التي قام بها الكشافة في المملكة العربية السعودية في ظل هذه الجائحة أيضا هو تعقيم الصرافات الآلية. وطبعا معروف الصراف الآلي اللي هو مكان سحب النقود، فيذهبون إليه ويعقمون بعد كل ما يدخل شخص، يقومون بتعقيم الباب من الخارج، ويقومون أيضا بتعقيم جهاز الصراف الآلي حتى يستطيع الناس أن يتنبهوا لهذا الجانب. أيضا من المبادرة الجميلة التي قامت بها الكشافة المملكة العربية السعودية، وأنا حقيقة أراها يعني ليست بل هي بادرة رائعة جدا وراقية جدا، تدل على الرقي في نفس الكشاف السعودي، وهي ماذا؟ وهي توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في ظل الجائحة. ولله الحمد الحكومة وفرت لنا كل شيء، نحن في بيوتنا آمنين. يقول لك أنت في بيوتك آمن ونام وخليك في البيت ولا تطلع، خلاص احنا طوع أمركم يا قيادتنا الرشيدة، وراح نبقى في البيت ولن نخرج من ماذا؟ من هذا البيت. أيضا توزيع السلال على الفقراء من المبادرات الجميلة، من المبادرات الرائعة، أنك تشوف القائد الكشفي أو الرائد الكشفي في المنطقة يذهب إلى بيوت الفقراء والمساكين ويعطيهم من هذه السلال الغذائية. هناك أناس يحتاجون، هناك أناس متعففين، هناك أناس يعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله لنا ولكم الخير إن شاء الله دائما وأبدا. أيضا الكشافة تعاونها مع وزارة الصحة لا شك شيء رائع وشيء جميل. احنا فتحوا منصة تطوعية في وزارة الصحة تهتم بطلاب المتخصصين الدارسين للطب، من طب أو تمريض أو إلى غير ذلك، فيعني اللي لسه ما خلصوا الدراسة الجامعية، فتصور كم وصل عدد المشاهدين أو المقدمين، وصل عدد المقدمين إلى أكثر من 100,000 ولله الحمد. فعلا هذا هو العمل التطوعي من غير الكشافة طبعا، فعلا هذا هو عمل ماذا؟ هو عمل الخير، هو العمل التطوعي الذي احنا نسعى له ونسعى من أجله حتى نطور ماذا؟ نطور أنفسنا ونطور ماذا؟ ونطور غيرنا. أيضا من الأعمال
الكشفية، من الأعمال الكشفية التي يعني يقوم بها الكشافة في هذا الوقت، في هذا الوقت من الأعمال الكشفية التي يقوم بها الكشافة في هذا الوقت، من الأعمال الكشفية التي يقوم بها الكشافة في هذا الوقت. معلش هذا وقت مستقطع، جاء ريان. ريان طبعا هو ابن البنت، ونسأل الله أن يعيننا ويعينكم إن شاء الله على التربية والتوفيق إن شاء الله لنا ولكم جميعا. طبعا نعود ونكمل موضوعنا إن شاء الله. طبعا أعتذر منكم للانقطاع ولصوت الباب، وأنا آسف يعني، مع أني حضرت أم ريان قلت لها ريان لا يجي، لكن أصر ريان إلا أنه يجي. الحمد لله رب العالمين. عموما يعني احنا ان شاء الله ماشيين بشكل جيد وماشيين بالامور بشكل رائع جدا. نعود الى الفرق الكشفية واهميتها في ماذا، في العمل من اجل كورونا. كما قلت لكم المتطوعين هؤلاء الكشفيين سواء كانوا رواد او كانوا قادة كان لهم عمل دؤوب جدا والله العظيم. يعني عندما ترى القائد او الرائد الكشفي يحمل في يده سلة غذائية ويوزعها على المحتاجين، شيء مشرف وشيء جميل وشيء رائع. طبعا إذا أردت أن أتحدث عن الكشافة السعودية في هذا البرنامج فلن أوفيها حقها، وذلك لتميزها ولإنجازها مع بقية الكشافة العربية. همسة أحب أن أوصلها إلى الجميع. طبعا يعني هذه هي أغلب البرامج التي شاركت بها الكشافة العربية السعودية. طبعا أنا شفت الكشافة على مستوى الوطن العربي يقومون بجهود جبارة، لهم كل الشكر والتقدير، لهم كل الشكر والتقدير. أيضا أحب أن أشكر الصحة، أحب أن أشكر كل طبيب، أحب أن أشكر كل طبيبة، أحب أن أشكر كل ممرض، كل ممرضة، كل عامل في المستشفيات على ما قدموه وما يقدموه وما سيقدموه. اولا المخاطره بانفسهم في هذا الوقت الراهن شيء يعني حقيقه يشكرون ماذا يشكرون عليه. طبعا في فن التطوع او في فن هذا الامر لابد ماذا، لابد ان تهتم بماذا، بتعقيم يديك وبغسل يديك ولبس القفازات ولبس الكمامه حتى تستطيع أنك تصل للهدف المراد. يعني حقيقة أنا الكلام عندي كثير ولو أحب أن أطيل لكم، ولكن هذه هي نبذة أو خلاصة استطعت أني أنا أستحضرها. في بعضها قرأته، في بعضها ارتجلته، ما زلت أنا ارتجل الآن حتى يعني أوضح لكم هذه الأشياء. وأسأل الله أن يمن علينا جميعا أن يبعد عنا هذا الوباء وأن يشفي كل مريض به، ولا يرينا الله هذا الوباء بل يجعلنا نسمع به فقط ولا نراه، أنا وأنتم بإذن الله تعالى، أن الله يجعلنا نسمع به ولا نراه. طبعا يعني بفضل الله أو بفضل من الله عز وجل ثم بالجهود وبالتضافر وبالتعاون سنتمكن بعون الله تعالى، بإذن الله تعالى، من ماذا؟ سنتمكن من اجتياز هذه الجائحة وهذا النفق المظلم. ولهذا خلوا عندكم ثقة بالله عز وجل، خلوا عندكم ثقة بالله عز وجل، لأن الله يعني ما جعل داء إلا وله ماذا؟ إلا وله دواء. سنتمكن من اجتياز هذا النفق، فكونوا ممتنين إن كنتم في ماذا، في دول مستقرة. الحمد لله الدول العربية كلها دول مستقرة وتنعم بالخير وما في عندنا حالات كثيرة وأمورنا طيبة. اثنين، رسالة، وهي رسالة أخيرة أريد أن أوجهها لكم، وهم حتى يعني نستطيع أن احنا نتعامل تعامل جميل وتعامل راقي مع الممرضين والعاملين في ماذا، في القطاع الصحي، العاملين في القطاع الصحي وغيرهم الآن.
يعني أو الدول وما تقدمه الدول، لكن أخص بالذات العاملين في القطاع الصحي، هم بحاجة إلى دعم نفسي، بحاجة إلى دعم نفسي كبير، إلى تشجيع، إلى مكافآت، إلى حوافز. هم الآن يواجهون صدمات إحنا ما نتوقعها ولا نعرفها، ما نتوقعها ولا نعرفها. هم الآن يواجهون صدمات، وهذه صدمات شديدة عليهم وقوية عليهم، فلا بد أن نكون إلى جانبهم صفا بصف، وأن نكون معهم القدم مع القدم واليد مع اليد، حتى نستطيع أن نصل بهم إن شاء الله تعالى إلى التميز وإلى التفوق وإلى النجاح. وأسأل الله أن يجعل العلاج والفرج قريب بإذن الله تعالى. هم يستحقون تعويض مادي وتعويض نفسي وتعويض ومزايا كثيرة، ونحتاج منا كمتطوعين، كشباب، كعاملين، ككشافة أخص أن نسابق أنفسنا وأن نسابق الزمن من أجل أن نتعاون، من أجل دفع هذه الجائحة، وأن نكون يد واحدة بإذن الله تعالى. وطبعا كما قلت لكم، أعيد وأوجز لكم بعض الأعمال التي قامت بها الكشافة المملكة العربية السعودية في هذه الجائحة، وأبدأها من الأخير ومن الختام، وهو توزيع السلال الغذائية على المحتاجين الماكثين في بيوتهم واللي عليهم حجر صحي. فتقوم الفرق الكشفية بتوزيع الوجبات عليهم، ولله الحمد. اللهم يا رب لك الحمد والشكر على هذه النعمة التي نحن فيها. ومنها أيضا تعقيم وتنظيف الصرافات، أيضا التعاون مع وزارة الصحة في كل ما تطلبه وزارة الصحة، تعاون كامل من أجل أن تزول هذه الجائحة عنا بإذن الله تعالى. أيضا كما قلت لكم، بالنسبة للفرق الكشفية، فطبعا الرواد والكشافة والقادة لهم العمل الميداني، أما بالنسبة للفرق الكشفية أو الكشافة الصغار في السن فلم يكن لهم عمل ميداني ظاهر وواضح، وذلك حفاظا على صحتهم واحترازا من أجلهم ومن أجل حياتهم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح، وأسأل الله أن يفرج علينا هذا الهم سريعا إن شاء الله، عاجلا غير آجل. وما قلت وقلت لكم قبل ذلك، وما زلت أقول وأعيد وأكرر، أسأل الله أن يجعلنا نسمع بهذا المرض ولا نراه. أسأل الله وإياكم إن شاء الله، أنا أسأل الله وإياكم أن يجعلنا نسمع بهذا المرض ولا نراه بإذن الله تعالى، لا في صديق أو في حبيب أو في قريب أو في أحد. ولكم تحياتي، القائد الكشفي عبد الحكيم الحسين أحمد عبد الفتاح الحازمي، جمعية الكشافة العربية السعودية، وعضو الاتحاد العالمي للعلاقات الدولية في الكشافة المسلم. السلام عليكم. شكرا القائدة دينا على إتاحة هذه الفرصة والتحدث عبر منصتكم العامرة بإذن الله تعالى. وفي النهاية كما بدأت، أختم بضرورة أن ندعو لأخونا ولحبيبنا القائد إبراهيم سكين الكندري، رئيس جمعية الكشافة الكويتية سابقا، بأن يمن الله عليه بالشفاء، وأن يرفع عنه ربنا ما أصابه بإذن الله تعالى. وشكرا لكل الحكومات العربية، وشكرا لما تقدمه وزارة الصحة ولما يقدمه الكشافة. حقيقة أنا أشكر الجميع على هذه المبادرة الرائعة التي قاموا بها، وحقيقة الكشافة العربية هي دوما ستبقى في العز وفي العلالي بإذن الله تعالى. ولكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. تحية كشفية، والسلام عليكم.